يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية مع رجال الإعلام ووسائل الإعلام الوطنية من أجل تسليط الضوء على أهمية المؤتمر الذي أطلق عليه اسم مؤتمر الوحدة العربية الأول الذي سوف ينظم بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهذا المؤتمر سوف يحضره مجموعة من الأكاديميين وخبراء القاعين وأيضا مجموعة من الشخصيات الحكومية المصرية ومجموعة من الشخصيات الدولية التي سوف تشارك في هذا المؤتمر الذي اختير له كموضوع مغربية الصحراء من خلال الأبعاد الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، بحيث سوف يتم تسليط الضوء على كل هذه الأبعاد التي تؤكد على مغربية الصحراء وبالتالي الانفتاح على الرأي العام المصري وعلى الرأي العام الإفريقي وعلى الرأي العام العربي من أجل شرح عدالة ووجاهة القضية الوطنية. ومباشرة بعد اختتام أشغال هذا المؤتمر الذي سوف يتوج ببيان ختامي عبارة عن مجموعة من التوصيات التي تؤيد القضية الوطنية وتؤيد وحدة القضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتؤيد أيضا العملية السلمية والتدخل السلمي الذي قام به المغرب بمنطقة القرقرات. ثم بعد ذلك سوف في نهاية أشغال هذا المؤتمر سوف تتوجه هذه الوفود المشاركة والشخصيات المشاركة من القاهرة إلى مدينة الدار البيضاء بمطار محمد الخامس ليشدوا الرحال إلى منطقة القرقرات من أجل الوقوف عن كتب على الواقع الميداني وعلى النتائج التي حققها التدخل المغربي السلمي من أجل تأمين انسيابية الحركة التجارية بهذا المعبر. وأيضا سوف ينظم المشاركون ندوة صحفية بمعبر القرقرات للتعبير عن موقفهم الداعم والمؤيد للوحدة الترابية للمملكة وللتدخل السلمي للمغرب.